حضورنا الكوني. نرحب بكم ونشكر حضوركم. أيضا اسمحوا لي باسمكم أن أرحب بضيفينا المحاورين، السيد حسن محمد علي عضو الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطي، والسيد شرفان درويش الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري. لكن أساس الحل نحن كسوريين لازم نقرر المصير، وفعلا نحن بمرحلة مصيرية. هذه المرحلة بتطلب منا نحن السوريين قادرين على إقرار مصيرنا، ولا نحن بدنا ننتظر من الآخرين ليجوا يجيبوا لنا راتشيتا مشان الحل. كمجلس سوريا الديمقراطية بينا انه رغم انه في مفاوضات كثيرة، مفاوضات جنيف، أستانا، سوتشي، في كثير من المؤتمرات اللي حدثت حتى بأوسلو بمناطق ثانية، لكن في الأخير يأتي الحوار بين السوريين، ولازم القوى الموجودة على الأرض هن اللي يقرروا. قرار الانسحاب الأمريكي بلش فيها مرحلة جديدة. هل مرحلة جديدة كل الأطراف لهم أو إلها هي في سوريا عم تحاول تستغل الواقع هذا إنه تقدر إنه هي تكون سد الفراغ اللي يجون إنه راح ينترك بعد انسحاب القوات الأمريكية من طرف، أو هالتطورات هاي كل طرف عم يحاول يستغلها لأجداده أو لتثبيت مصالحه، واللي ما تثبتت مصالحه أو هو أحلافه أو هو مشاريع يعني. طبعا أهمية هذه الندوات السياسية أنها تمثل جسور تواصل بين أبناء المجتمع وبين الإدارات وأصحاب القرار. أولا هي تحمل تطمينات لأبناء المجتمع في ظل الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي، وأيضا في ظل الإعلام الموجه من الخارج، حيث يعني ينتاب الناس الكثير من الخوف بسبب الإعلام. تأتي هذه الندوات السياسية لتكون صلة وصل، همزة وصل بين أبناء المجتمع وبين أصحاب القرار السياسي والعسكري، حتى يحملوا التطمينات لأبناء المجتمع ويزيلوا الغموض الكائن في المشهد السياسي بعمومه. نحن عندما أسسنا مجلس سوريا الديمقراطي وعندما بدأنا بالانطلاق كان لنا سياسة اعتماد على قوانا الذاتية. وجود الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا كان بهدف محاربة داعش، ونحن كنا مقتنعين بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستنسحب من سوريا، وكان نقاشاتهم أنهم ليسوا باقون في سوريا إلى النهاية الأمد الأخير، لكن لم نكن نتوقع بهذا الانسحاب السريع. يعني حتى الكثير من الأوساط الأمريكية لم يتوقعوا بالانسحاب السريع، لذلك حدث تناقضات بين المؤسسات الأمريكية، بين البنتاغون، بين الكونغرس، بين ترامب، وقدم الكثيرون استقالاتهم، لذلك لم يكن قرار مدروس من قبل ولادنا. نحن بينا تداعيات الانسحاب السريع سيكون فتح الطريق للمجال أمام داعش ميدانيا وعسكريا، لذلك يجب أن لا يتم هذا الانسحاب السريع لكي نعطي المعنويات لداعش لكي يمتدوا مرة أخرى. بالإضافة سيكون فرصة للدول المتربصة إقليمية يعني ليتدخل بسوريا ويتحول المنطقة إلى فوضى أخرى، لذلك نحن شرحنا التداعيات للولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الأخرى، يعني يجب أن يكون مدروس، لكن مع الانسحاب يجب أن نقترب من الحلول السياسية وأن نصل سوريا إلى الحل السياسي النهائي.